11 راجل في الملعب، ملعب في لعب نضيف وفي لعب خسيس، بس هم دايما كسبانين. 11 راجل واثقين فيهم وكانوا في الميعاد، 11 راجل ما بيسيبوش مكان في الارض مش بيملوه، 11 راجل معانا ومعاهم بالروح والقلب، 11 راجل فرحانين النهارده في مكانهم، 11 راجل مش بيلعبوا كوره بس بسببهم بنفرح بالكوره وبكل حاجه في حياتنا واحنا امنين سالمين. 11 راجل راحوا غدر بس مكانهم في الجنه محفوظ باذن الله. اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده كان في مشهد درامي باخراج متقن للوضع اللي في بلدنا منذ سنوات. ناس على الارض، مش ناس، ابطال على الارض بيفدوا حياتهم عشان خاطرنا، اهاليهم بتبكي دم عشان خاطرهم، في نفس الوقت عشان هم بيضحوا بحياتهم علشاننا، احنا قاعدين مبسوطين في ماتش كوره بيتلعب وسط جماهير كتيره في المدرجات، عايشين في امان، بيخشوا الاستاد في امان، بيخرجوا في امان، فريق بيكسب النهارده نتيجه كبيره هو النادي الاهلي، وفي نفس الوقت في رجاله ابطال شهداء بيحموا الارض ويحموا اللي فيها. ده المشهد اللي لو عمله اي مخرج سينمائي مش هيعمله بالمثاليه دي، ده المشهد اللي لازم حضراتكم، أنا وحضراتكم وكلنا نبقى فاهمينه كويس، عشان نبقى قاعدين النهارده بنتفرج على ماتش كورة وإحنا مبسوطين والماتش يطلع بشكل عظيم ومثالي. في ناس بتحمي الأرض، بتضحي بنفسها عشان نعيش المشهد الجميل الترفيهي ده. ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم وينتقم من كل واحد أراد بالبلد دي وشعبها شر، ربنا ينتقم منه. يعني الحاجة الوحيدة اللي بتهون على الواحد إن الرجالة دول، إن الأبطال دول في الجنة في اللحظة دي بإذن الله، في الجنة في مكان أحسن. هم فادوا حياتهم عشان خاطرنا وإحنا هنفضل حاطين
كل الشبر في جسمهم فوق راسنا، مش ايديهم ولا رجليهم، كل شبر، كل شعره في راسهم فوق راسنا. ابطال. لما تقعد تسرح كده بخيالك وتفكر كتير هتعرف قد ايه الناس دي فعلا ابطال، ابطال بالكلمه الحقيقيه. احنا عندنا كتير في حياتنا ابطال من ورق وترندات وحركات، وانت عارفين الحاجات بتاعت السوشيال ميديا دي، بس دول ابطال بقى حقيقيين. دول ده صاحي من النوم وهو عارف ان النهارده ممكن يضحي بحياته عشان بلده وعشان خاطري وعشان خاطر حضرتك، اللي هو ممكن ما يعرفناش واكيد ما يعرفناش، بس هو بيتعامل ان احنا ابناء وطن واحد. ربنا يا رب يرحمهم، ربنا يا رب يكتب لهم الجنه، ربنا يا رب يخلصنا من الناس دي، الناس اللي غاويه شر، الناس اللي بتصحى وتنام على شر. ربنا يعينهم او ربنا ينتقم منهم احسن.